السلام عليكم. حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت في نشرية خاصة لها من هبوب رياح قوية على السواحل الجزائرية تصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة طيلة نهار اليوم، كما أن البحر سيكون مضطرب حسب ذات المصدر، وسرعة الرياح ستتسبب في علو الأمواج ليصل إلى أكثر من مترين. أما عن السواحل المعنية فيتعلق الأمر بكل من سواحل بوهارون، عنابة، سكيكدا، القالة، دلس، أزفون، الجزائر العاصمة، وتنس، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من مرتادي الشواطئ.